سلام بنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي سنة بيلا. اليوم جيت كنقدم لكم واحد الوصفة ديال تحضير البانكيك، كيجيو غزالين في الفطور ولا في الكوتي اللي بغيتو. فيهم مكونات قلال. اول حاجة كانت السنيدة، اول حاجة جوج بيضات، كنحتاجو 150 غرام ديال الدقيق الابيض، خميرة الحلوى والحليب. اول حاجه البنات كناخذ واحد الجبانه اللي هي كبيره، وكنفرقوا بياض البيض على صفر ديال البيض. هناك وكنخليو هذاك الصفر طبعاً الحال كنحتفظوا به حيت مازال غادي نحتاجوه. هكا كنبقاو نفرقو هكا، وكنزيدو على داك ديال البيض جوج معالق كبار ديال السنيدة، هكا وكنطلبو. كنطلبو حتى كيولي بحال كنطلبو. المهم انا طلبتو دابا كيف كتشوفو، كنزيد عليه ديك 150 غرام ديال الدقيق الابيض، خماره. بالنسبه للبنات اللي في المغرب اذا عندكم قاصه ديروها كامله، حنا عندنا هذه شويه قاصه، غادي ندير غير النص ديالها باش ما يخمر لياش. هكا كيف كتشوفوا، او داك الصفر ديال البيض اللي حنا احتفظنا به حتى هو كنزيدو عليهم. والحليب، الحليب على حسب الخليط كيفاش غادي يولينا خليط، مخصوش يكون جاري ومخصوش يكون عاقد، يكون بحال الخليط ديال البغرير بحال هكاك. كنبقاو نخلطو مزيان بحال هكا حتى ما يبقاوش عندنا دوك الحبيبات ديال الدقيق في الخليط ديالنا. بحال هكا كيف تشوفو، نبقاو نخلطو. كنزيد واحد نص معلقة كبيرة ديال السنيدة، أو كنكملو التحريك. المهم الخليط ديالي هاهو وجد كيف كتشوفو، بحال البغرير بحال الخليط ديال البغرير. ودابا كنجيب واحد المقلاة وكنبدا ندير الزبده فيها. انا جبت غير مقله صغيره على حساب حيت انا باغا بانكيك غير وحدين صغار، شوفوا نتوما على حساب داكشي اللي باغين. لهاد الطريقه كنذوب الزبده وكنكب على داك الخليط، كنحاولو ندورو على المقلة باش يشد الحجم ديالها. هاد الطريقة هادي بحال هكا، وكنبقاو نفس العملية حتى كنكملو الخليط ديالنا.
المهم بنات ها البانكيك ديالي انا وجد كيف كتشوفوا درتهم صغيورين تكبوا فوقهم الشوكولا دايب تكبوا فوقهم العسل ولا الكونفيتور كيجيو غزالين 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 بزاف كنتمنى تجربوهم وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم والا عجبتكم حطوا لي لايك وتعليقات عليها وديروا لي ابوني باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي شكرا سلامه